اهلا بحضراتكم. اولا طبعا ارحب بدكتور وليد الحديد ضيفي النهارده في السادسه، طبعا ضيفنا اللي بيتالق دايما في يوم العالمي. النهارده هنتابع ونشوف ونقرا كده ارقام اليورو اخبارها ايه. مساء الخير دكتور وليد. مساء الفل. اهلا وسهلا، منورنا. تسلم، ربنا يخليك. جوله يمكن او يعني دور اول ودور مجموعات مش ممتع بالدرجه الكافيه بتهيالي. نتمنى ان الدنيا تزداد سخونه في، واعتقد بقى كل واحد هيقدم او هيرمي كل اوراقه الفتره اللي جايه. طبعا احنا كنا متوقعين من الاول ان يعني الحرب الكرويه تبدا من دور ال 16، المستوى بيتصاعد من جوله لجوله، لكن طبعا احنا لما بنستنى اليورو اربع سنين، كل اربع سنين، والمره دي استنيناها خمس سنين، فبنكون مستنيين احتراق كروي، فاكيد هيحصل ده من دور ال 16. قبل ما ندخل في اليورو اسمح لنا نطمن على الاهلي. النهارده تاني ايام التدريب، طبعا حضراتكم عارفين يومين راحه بعد العوده من تونس، وامبارح تمرينه والنهارده تمرينه، وبكره ان شاء الله الفرقه تدخل معسكر مغلق. هيكون معانا زميلنا من داخل النادي الاهلي شريف شعبان، نعرف اخبار المحاضره النهارده مستر موسيماني، وكمان التمرينه بتاعت النادي الاهلي اهم تفاصيلها. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي العزيز احمد، وبضيفك الكريم طبعا دكتور وليد الحديدي وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. الحقيقه يمكن نطمن منك على تمرينه النهارده. مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه، اعتقد كان في محاضره فنيه يمكن قبل التمرين، تفاصيل التمرين، مشاركه نجوم النادي الاهلي في تمرينه النهارده. يمكن التمرين كان في الخامسة مساء، وكان حريص الأسطورة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يكون موجود في مران النادي الأهلي، تحفيز وتشجيع من رمز كبير طبعا هو الكابتن محمود الخطيب اللي بيتابع التمرين لحظة بلحظة من أول بداية المران إلى الآن. التمرين الآن شغال في مرحلة التكتيك، ومستر أو كابتن محمود الخطيب حريص إن هو يتفرج على المران عشان يحمس طبعا اللاعبين طبعا لما بيكون موجود الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، كله بيحاول يعني يلفت نظر الكابتن محمود الخطيب، كل بيحاول يظهر لكابتن محمود الخطيب بيفرق حماسيا وتشجيعيا للاعبي النادي الاهلي، وبيبقوا مرتاحين بلغه الكوره ما بيكون موجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي لسه موجود في مران النادي الاهلي الان. الاهلي بدا مرانه في الخامسه مساء، وكان في محاضره فنيه استمرت حوالي 20 25 دقيقه مستر موسيماني مع اللاعبين، محاضره فيديو اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق الترجي التونسي، حفظ ادوار كل لعيب في النادي الاهلي محتاج منه ايه الفتره المقبلة، حفظ له ادواره وبعته للمحللين الاداء، الاثنين محللين اداء الموجودين بعت فيديو لكل لاعب علشان خاطر يحفظ دوره في الفتره المقبله. مطلوب من لاعبي النادي الاهلي مذاكره دوره في التابلت او الايباد الخاص بيه من النهارده وبكره، مرورا بقى الى مباراه يوم السبت. بكره هيكون في معسكر بعد نهايه المران في احد الفنادق في مدينه نصر، والتمرين يوم الجمعه، وباذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. النهارده حضر يمكن سفير دولي كوريا الجنوبية، يمكن لف في النادي الأهلي، كان حريص يكون موجود مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسة، وكان حريص يكون موجود في ملعب التتش عشان خاطر يشوف الإنشاءات، وكان عاجبه جدا الإنشاءات داخل النادي الأهلي، قال لك مزيج ما بين الإنشاءات الحديثة والطابع الأثر القديم أو الإنشاءات القديمة جدا، كان عاجبه جدا إنشاءات النادي الأهلي وعراقة استاد التتش طبعا وفريق النادي الأهلي. بعد قليل بإذن الله هيكون معاك لقاء خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي. المران لسه شغال، كل اللاعبين في مران اليوم. وزميلي احمد انت اتكلمت من فتره عن فتره الاجازه الست ايام، والكل كان متخوف، وسمعتك كنت بتقول لجماهير النادي الاهلي ما تقلقوش، مستر بيتسو موسيماني عارف بيقول ايه، عارف بيدي اجازه ازاي، في مخزون بدني موجود عند لاعبي النادي الاهلي، وبالفعل كلامك كان صح، كلام كل الناس اللي اتكلمت في قناه النادي الاهلي كان صح، ما شاء الله المخزون البدني بتاع لاعبي النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي ظهر فنيا وظهر بدنيا بشكل كويس جدا طبعاً. يا رب باذن الله بس التوفيق يكون معانا طبعا. النهارده كل اللاعبين بيشاركوا في المران باستثناء بيكهام باستثناء محمد محمود، لكن باذن الله بعد المباراه باذن الله يكونوا موجودين بصفه منتظمه مع لاعبي النادي الاهلي. باذن الله باذن الله التوفيق بس يكون موجود، وباذن الله باذن الله باذن الله نفوز على فريق كبير هو فريق الترجي التونسي ان شاء الله باذن الله. بشكرك، شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، شكرا جزيلا. دي كانت تفاصيل تمرينه النادي الاهلي، وتاكيدا يمكن على الكلام بتاع شريف، وهسمع رأي طبعا دكتور وليد. احنا اعتقد من الناحيه المعنويه ومن الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه اظهرت المواجهه الاولى انه في تفوق واضح لصالح النادي الاهلي.